انا شو لذيذ انت يا جار حبيب قلبي انت. ايه روح 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 يعني على غير مسله. يلا ولو يا عمي ابو سامي الا ما اجيب لكم مشروع يسر قلبكم وخاطركم ويجيكم منه واري. هلا خذي له طريق احسن ما انا افتح طريق. تعرف طريق الباب ولا بدلك عليه؟ بعرف الطريق لحالي بدون ما تقلعيني. يا رب سلام عليكم. لك لك شو اخ اخ طمنيني اني طلعت وجبت لك اياها. حلوه ريحتها؟ بلا شو؟ وعلى شو جبت ريحتها؟ على نعنع. على نعنع؟ هذا اللي كان ناقص والله. النعنع مليان عندي جوا، كنت جيبه على ثوم. خلص بعوض لك اياها المره الجايه لا تعصبي. لا بدي تعوض لي اياها ولا بدي اشوف. لا خلص بعوض لك اياها. لا تواخذيها. قلبك شو سقيل؟ نعنع وثوم؟ شو زنخ؟ يا جارة الوادي طربت أتبك. آخ آخ جارة الوادي وين الوادي؟ وينك يا بردة؟ وينك يا دمار؟ وينك يا هامي؟ لك حتى عين الخضرة نشف ماشي الحال. يلا أيام. أخ شو بابا؟ شو هالصوت الحلو؟ أهلين بابا أهلين. سامعتك عم تدندن. والله يا بابا والله من ألمي من شوبي من حري خليه يا الله. شوف في قاعدة البيت قليلة بالنسبة للرجال مثلي طول عمره مقضي حياته بالشغل. الحمد لله ماشي. هاي سنة الحياة. بابا اشتقت للربوة الغوطة. يا بابا شو شفتوا من الربوة؟ شو شفتوا من نهر بردة؟ شو شفتوا من سبع فروعة بردة؟ يا سلام. سبعة؟ سبعة كله بيمروا بالربوة. شوفي أربع أنهر فوق بعض وثلاث أنهر هناك والطريق بالنص. يا سلام شوفي لما بتتعبى الأنهر مي ومن الخير ببلش يطف على بعضه البعض كأنه شلالات نياجارا. يا سلام بابا. بعدين برا أبي اللي كان الشغل بسوق الهال. إيه بسوق العتيق. يا ربي بسوق العتيق. إيه بسوق العتيق. كنت أبو صغير كنا ساكنين بالعبارة. والله طلع من الفرن كان أبي يشتغل بالفرن. طلع من الفرن لقى بردة معبي لعند سوق العتيق مي. صاروا يربطوا حبال يروحوا. راح أبي على العمارة. أول ما وصل على العمارة الأم يحمي الحمام رأسا شلح طلع أجرته كلها مبلولة ورق ولزقها على بورسو. مين الشفا؟ أبي إذا الأنهار نشفت وجفت ونحن وضعنا بهذا البيت كمان نشاف وجف وأنت مثل ما أنك شايف وضعك المادي وراتبك التقاعدي ما عاد يكفينا. يا بابا يا حبيبتي أنت شايف الواقع. والله كنا عايشين من أحلى ما يمكن بس هذا الغلاء اللي صار فجأة شو صار فينا؟ شو صار بهالفقراء يلي ما معهم لا تقاعد ولا راتب ولا أي شيء؟ إيه طيب بابا إحنا عندنا حل. خلينا نحكي معه منعم نفتح معه السيرة وطلب منه المصاري بلكي هيك يا بابا بتحلحل أمورنا شوي. يا جارة الوادي طربت قومي ساوي تكبير هالصوت. قومي ساوي طبخة. قومي حاضر فكر بالموضوع بابا رح أعمل لك زهورات كمان. فكر بالموضوع بتفكر فيه. والله إذا بدي أخذ كلام بنتي منطق إيه بتفكر فيه وإذا بدي أحكي مع حالي بشكل جيد إيه. يلا صدمنا. وبعدين ما بابا بدي اعرف اقول لي طيب يلا بابا انا ولا انت
ليش انا وانت رايحين نفس الاتجاه يعني؟ انا رايح على الزيتونة. عم نتقاطع. يلا خلي شوية. لا انت بابا. لا والله. لا والله يا بابا. لا والله. لا والله من ايدي كمان. راح اغير علب انا. لك صحة وهنا. لي هلا امد طيبة. والله. بابا. تعرفي انا بصفن بالفقير اوقات. لاني انا فقير. والحمد لله عايشين بنعمة. بس اطيب مادة بالنسبة للطفل الكبير والصغير هي البيض. مادة غذائية اساسية. صح. صح. برر. رخص كم يوم ندمه. بن طار صار صواريخ. مع انه يا بابا البيضة عم تجي قد بيت الطير وسعرها بسعر فروج. طب مو حرام؟ مو حرام العالم يلي عنده اولاد كيف بده طعميهم؟ بابا حدا عم يفكر بالناس ولا بالعالم ولا شبك الملك عم تعرف الملك عم تفصل شو فطرتي شيء قبل شوي؟ لا بابا بس اكيد سدت نفسي بصراحة. والله معك حق. والله معك حق. الله يكون بعون العالم يا بابا. آمين. بابا. يا نعم. بدي أسألك هذا ابن أخوك رح ينزل ويقعد عنا على طول؟ والله يا بابا يعني أنا حقيقة مثل ما بتعرفي إجانا تليفون حكينا ردينا إجا ما بعرف عنه شيء. إيه بالكذا طلع كذاب وما نو ابن أخوك وطلع واحد نصاب. شوفي بابا أنا حاطط بمخي قرار. إذا ما بده يعطيني دليل 100% إنه هو ابن أخي لا رح أتعرف عليه ولا رح أحكي معه ولا رح أتأسس به. وإذا طلع هو جاي ينصب علينا وياخد الورثة؟